السلام عليكم. اليوم نروحوا إلى ملعب وهران نشوفوا يعني الأشغال تاع تهيئة الملاعب الملحقة. إذن تم إضافة زوج ملاعب نتاع التدريبات حول ملعب هاتفي ميلود. إذن وانتهت الأشغال كلها، والآن في هذا الفيديو بعض الصور تعتبر قديمة نوعا ما، لكن الأغلبية تاع الصور تعود إلى هذا الأسبوع وتوضح يعني حالة نتاع الملاعب نتاع التدريبات اللي راهي في أحسن ما يرام، يعني تأهبا للمقابلات نتاع الشان هذه. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.